السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سطيف وبالضبط في بلدية ولاد صابر لنقف على هذا المشروع الرائع اللي يقع في إذن في بلدية ولاد صابر، وهو مركب ترفيهي فيه عدة حدائق داخل حديقة واحدة، يعني مركب فيه حديقة مائية وكذلك حديقة جافة خاصة بال يعني الألعاب للأطفال اللي ماناش، وكذلك فيه فضاءات أخرى خاصة بالإطعام، فيه دي ريستوران، فيه يعني فيه عدة مرافق ترفيهية في هذا المركب الكبير اللي يقع إذن في بلدية ولاد صابر بالقرب من مدينة سطيف، واللي كذلك فيه فندق قيد الإشغال مجاور وتابع للمركب هذا، واللي أكيد هذا الصرح يعني الترفيهي سيساهم في تطوير القدرات السياحية لمنطقة سطيف، وهنيئا لأبناء سطيف خاصة الأطفال اللي يحبوا كثير هذه الفضاءات المائية خاصة في فصل الصيف، وكذلك للأطفال تاع الولايات المجاورة. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع الذي تم تدشينه اليوم من طرف والي ولاية سطيف، والسلام عليكم. جندلا رانا مجندين، كل واحد مدير له على السياسه معاه. هذا راه تجهيز يستقبل الجمهور، ومادام يستقبل الجمهور لازم تكونوا حذرين بالراحه والامن تاع الله. ان شاء الله رانا نكونوا في حسن ظن الجمهور والوافدين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وعندي 5 سنين ملي ما جيتش للجزائر، والضروره كي جيت اليوم عجبني مليح. وكاين هادو صوالح ما كانش في فرنسا بزاف، اللي النساء يقدروا يجوا، الاولاد صغار يجوا كاع، هذه مليحه في سطيف، وان شاء الله يزيدوا يديروا حاجه بلو غران وكاع في الجزائر ان شاء الله. مشروع في منتهى الروعه، سمعنا به جينا نجريو، يعني الله يبارك ما شاء الله، سي مانيفيك، والله سي مانيفيك. ما كناش نتوقعوا حاجه كيما هكذا في سطيف، ان شاء الله يكون حوايج اخرين اكثر من هكذا ان شاء الله. هذا المشروع الاول، وان شاء الله يكونوا 2 3 ماشي في سطيف برك، من الجزائر كامله ان شاء الله. كلش متوفر حاجه ما تخص. اليوم افتتاح الرسمي لهذه الحديقه المائيه، ونشكر من هذا المنبر السلطات المحليه، ونشكر السيد الوالي على رخصه الاستغلال والتسهيلات اللي قدمهم لنا. المشروع هو عبارة عن مركب لحديقة مائية، حديقة تسلية مغطاة، وفندق بمشيئة الله اللي راه واجد ويدخل حيز الاستغلال مباشرة، هو الحديقة المائية والحديقة الجافة. الشيء نشكر السيد عزام يعني الإنجاز هذا، الحديقة المائية هذه اللي راح تكون يعني مكسب لولاية سطيف بالدرجة الأولى. الشيء اللي نقولوه احنا باللي بلدية ولاد صابر في القطب الرياضي هذه انطلاقة تاع المستثمرين إن شاء الله. وإن شاء الله يعني العقوبة إن شاء الله الحوايج اللي يكونوا كيما هكذا وأحسن إن شاء الله. والمشروع نقول له يعني بارك الله فيك. يعني درت حاجة يعني الناس الكل تدعي لك عليها. ما كاينش اللي ما يقولش يعني بارك الله فيه. ونتمنى إن شاء الله يجيو لسطيف، هم يجيو ديجا بارك مور، يجيو ليه بطبيعة الحال، يجيو ليه ما فيه حتى هدرة. إن شاء الله يحفظ يعني يقعد جوهرها.